طبعا يعني كالعاده طبعا كابتن محمود الخطيب بيكون دايما سباق في التهنئه، وجه تهنئه للفريق واشاد بالمجهود الكبير اللي كل اللاعبين والجهاز الفني الحقيقه بذلوه، وكمان اشاد بالاداء الرجولي والروح العاليه والسلوك المحترم المتميز يعني طوال هذه المباراه، وقال ان الفوز ده يعتبر بدايه يعني طيبه جدا في مشوار طويل، خصوصا وان الفريق هيخوض بعد ايام قليله من الان منافسات قويه جدا في البطوله الافريقيه للانديه لابطال الكؤوس، وانه على ثقه كبيره بان الفريق ده بيتم اعداده للمستقبل بمنتهى العنايه، وبيضم بين صفوفه مجموعه من اللاعبين صغار السن، وسوف يلقى دعم جماهيره الوفيه باذن الله، وان شاء الله يستطيع تحقيق المزيد من الانتصارات. بص انا كان عاجبني حاجه قوي، لان كان في امبارح لما كنا بنقول الخبر البعض كان بيقول لك لا لا بعيد عنكم شويه، لا معلش يعني ما تطمحوش قوي، قريت بعض الحاجات اللي زي كده، بس الواحد دايما ما بيحبش يرد، يعني لما يجي حد يحاول ان هو يعيش الدور او يعيش اللقطه او يفهمك ان هو فاهم كل حاجه، انت بتقول له تمام انت صح، الرد دايما بيبقى على الارض، فاحنا متعودين ان احنا الرد بتاعنا بيكون على الارض، مش بنتكلم في فريق يعني كره القدم، الفريق الاول لكره القدم فقط، احنا بنتكلم في كل الرياضات، ده الاسلوب اللي النادي الاهلي بيمشي عليه، انا ما بردش على اي حد بيتكلم، انا ردي بيكون على الارض، فده اللي